مقدونيا الشمالية استقلت عن يوغوسلافيا سنة 91، ومن بعدها 29 سنة بتحاول التأهل لبطولة كبرى لغاية ما تحقق الحلم على إيد بانديف. جوران بانديف هو أيقونة كرة القدم في مقدونيا، وكمان كان شريك أساسي في الثلاثية التاريخية لإنتر سنة 2010. نجح بانديف أخيراً سنة 2020 إنه يسجل جول مقدونيا أمام جورجيا في الملحق وتأهل مع منتخب بلاده لبطولة اليورو. بانديف وسط المحاولات دي أسس أكاديمية باسمه سنة 2010 لاكتشاف اللاعبين الشباب، وبعد 4 سنين كون فريق وقدر سنة 2017 إنه يتأهل للدرجة الأولى ويتوج بالكأس سنة 2019 في مقدونيا. الفريق ده اتخرج منه ماريان راداسكي، واحد من لاعبي مقدونيا في اليورو، علشان يلعب بانديف في نفس المنتخب مع واحد من لاعبي أكاديميته. وقتها بانديف قرر إن تكون مشاركته في اليورو هي ختام مثالي لمسيرته. الهداف التاريخي لمقدونيا والأكثر مشاركة بقميص بلاده سجل جول في النمسا، وقدر إن يكون تاني أكبر لاعب بيسجل في تاريخ اليورو. المسيرة المشرفة دي دفعت منتخب هولندا لتكريمه في المواجهة الأخيرة لمقدونيا في اليورو. انت بقى مين النجم الأسطوري اللي ممكن يختم مسيرته في يورو 2024؟